سلطان عمان السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق هيصل إلى القاهرة في زيارة بتستمر يومين. وأعتقد أنه علاقة القاهرة ومسقط علاقة لها خصوصية. آخر زيارة الرئيس سيسي إلى مسقط في عهد السلطان قابوس رحمة الله عليه، الرئيس قعد 3 أيام. أول مرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يبقى في دولة عربية يقعد 3 أيام، قعد فين؟ في مسقط. أنا فاكر هذه الزيارة وكان ليا الشرف أكون موجود 2017 أو 18، استقبال أخوي غير مسبوق وشعب طيب بشكل، يعني الشعب العماني شعب سمته الأساسية الطيبة الحقيقية والحب الحقيقي والتسامح والصفاء والإنسانية والنقاء والكرم. أنا بقول هذا كلام شفته وعشته لمدة 3-4 أيام في سلطنة عمان في مسقط. الرئيس عبد الفتاح السيسي زار سلطنة عمان والعلاقات السنة اللي فاتت، وزار السلطان قابوس قبل كده 3 أيام أنا فاكر، وبكرة إن شاء الله بإذن الله أول زيارة إلى القاهرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق بإذن الله. ده بيعكس عمق العلاقات، استدامة العلاقات، الإخوة اللي بين البلدين، وملفات عديدة بتحقق مصلحة الشعبين. معي سعادة سفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية. سعادة سفير مساء الخير. مساء الخير والنور أخي العزيز، شكرا على هذه المقدمة، شكرا على هذه الكلمات الرائعة، ونبادلكم حقيقة نفس الكلمات في محبة مصر حكومة وشعبا، ونتمنى لهذه الزيارة التاريخية حقيقة التي يقوم بها مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقائه بفخامة بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كي تضيف فصل آخر من فصول سفر العلاقة التاريخية بين عمان ومصر. هذه العلاقة التي استمرت وعايشناها نحن في العصر الحديث وقرأنا عنها أيضا منذ أن تأسست في العلاقة التاريخية منذ عصر الفراعنة حتى يومنا هذا، وهذه العلاقة تشهد تطور مستمر. وكثير من المراقبين والأسئلة التي تأتينا، ما هو سر هذه العلاقة التي استمرت بهذا الألق واستمرت بتطور مستمر دون أن تشهد أي حقيقة تصدع أو أي انكسارة؟ قلنا هذا إنه هنالك ركائز في السياسات، سياسة البلدين، هنالك رؤى مشتركة، هنالك احترام متبادل، هنالك ثقة متبادلة، ولله الحمد. وأنا أعتقد إنه هذه الزيارة القادمة لمولانا جلالة السلطان هيثم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة تقديرا واحتراما لمصر شعبا وحكومة. سعادة السفير، يعني في أعقاب القمة العربية التي عقدت في جدة ومخرجات هذه القمة والعمل العربي المشترك وحل المشاكل عن طريق الحلول السياسية وعدم عسكرة الخلافات والصراعات، وربما هذا بيمثل أيضا خط عام للسياسة العمانية في إشاعة السلام والوئام والوساطة الحقيقية في كل القضايا العربية. يعني عمان ربما لها بصمة في كل القضايا لمحاولة حلها سياسيا، وهنا بتتوافق الرؤى المصرية والعمانية من أجل وطن عربي ينعم بالسلام والرخاء. كيف يمكن أن ينعكس ذلك بعلاقات قوية بين الزعيمين وبمباحثات مثمرة إن شاء الله غدا وبعد غد بين جلالة السلطان وسيادة الرئيس؟ العلاقة المستدامة حقيقة سيدي الكريم مبنية على ثقة متبادلة، وهذه الثقة حقيقة توفرت في العلاقة بين عمان ومصر عبر التاريخ. أيضا يعني الاشتراك في الرؤى والأفكار ووجهات النظر في حلحلة القضايا وفي حل الأزمات المبنية على أسس حقيقة في السياسة الخارجية لعمان، وهكذا أيضا السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، مبنية على أسس احترام القانون الدولي، احترام سيادة الدول، احترام اختيار الشعوب، عدم يعني رفض التدخل في شؤون الداخلية
للبلد وأيضا عدم قبول هذا التدخل من أي طرف آخر، وأيضا عدم التدخل في شأن الآخر. هذه سياسات حقيقة مبنية على هذه الأسس، وبالتالي نظرتنا للقضايا تنطلق من هذه الأسس. يعني حل الخلافات نراه من عبر تجارب حقيقة حديثة وقديمة حقيقة. نحن مرينا بتجربة منذ السبعينات حتى الآن في أزمات العربية، والسياسة العمانية تنأى بنفسها عن الصراعات وأن تدخل في صراعات خاصة بين الدول العربية. ما حدث حقيقة أمس أيضا وما استمعنا إليه من كلمات في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية، حقيقة هنا ربما من المناسب أن نقدم الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافتها هذه القمة، ويعني التنظيم الرائع وأيضا ما خرجت به من نتائج، وأيضا يعني القناعة بضرورة أن يكون هناك في تضامن عربي، وأن نعيد النظر في كثير من الرؤى، خاصة بعد مضي عقد من الزمن شهدنا فيه تصدعات في الجسم العربي، والآن على قناعة تامة بأنه لابد من تضامن عربي والعمل بشكل حقيقي من خلال المنظومة، وهي منظومة الجامعة العربية. هذه الجامعة التي نأمل منها الكثير، وأشار الجميع إلى ضرورة دعمها وضرورة تقويتها وضرورة أيضا يعني تحديث العمل المتعدد في جامعة الدول العربية. هذه الأفكار كلها حقيقة تؤمن بها عمان وتؤمن بها مصر، ولذلك يعني نرى أن المرحلة القادمة أعتقد أنها ستحمل آفاق ورؤى مختلفة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم من حولنا، وبالتالي آن الأوان للأمة العربية أن تتكاتف وأن تتعاون وأن تتضامن من أجل مواجهة ما يحدث من تغير وتطور في العالم. وأساس هذا التغير هو المصالح، فبالتالي مصالح شعوبنا ومصالح أممنا لا يمكن تحقيقها إلا في ظل هذا التضامن. سعادة السفير، أنا بشكرك جدا على هذه الكلمات الرائعة والكلمات والرؤية الثاقبة، ونعيد الترحيب أيضا بجلالة السلطان هيثم بن طارق في بلده الثاني مصر إن شاء الله بكرة، ونتابع مع حضراتكم أهم مخرجات هذا اللقاء وهذه اللقاءات. أنا بشكرك جدا سعادة السفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة.